أنا تابعين سوا مشاهدينا أكيد ببرنامجنا وبلقاءاتنا المحضرين لليوم، ولقاءنا التالي رح يكون مع لارا مداح وعولة فارس متطوعتين بجمعية نحن. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم معنا بالبرنامج. جمعية نحن هي الجمعية اللي تأسست بال 2009 واللي بتشتغل على عناصر متعددة، منها التمييز اللي هي ضد التمييز، كسر الحواجز النفس الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. كيف كانت الانطلاقة عولة أو لارا؟ مين حابب يحكي؟ لارا يعني. الانطلاقة من أي ناحية؟ انطلاقة الجمعية وشغلكم على هالأهداف الأساسية. أوكي، هلا في رؤية الجمعية الفيجن إنه نحن بنحلم إنه نعيش بوطن بيحترم حق الاختلاف بين المواطنين وبيكرسوا بالقوانين. أما الأهداف اللي بتشتغل عليها بالمجتمع فهي بالنسبة للتمييز، التفاوت موجود بالمجتمع وكل الأشخاص بيختلفوا بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي وبفرصهم بالحياة، بس المشكلة بتصير بالتمييز وقت اللي احنا بنستغل هيدي المعطيات المختلفة بين الناس لنميز بالحقوق والواجبات. وهون نحن بيجي شغلة انه نحن ضد التمييز وبنحترم الاختلاف الموجود بين المواطنين. بالنسبة لكسر الحواجز النفس الاجتماعية عن طريق الوركشوبس، ورشات العمل اللي هي بتجمع الشباب بتخليهم يتعرفوا على الآخر اللي هو ممكن يكون مختلف عنهم، يتقبلوا الآخر. ومنا الوركشوب اللي أخذناها الكوميونيكيشن وركشوب، ورشة عمل التواصل. اللي هي دربت آخر ورشة عمل. دربت حوالي 205 شباب. ومنهم 15 مدربين اللي هن حيرجعوا يعملوا ورشة عمل تاني للشباب مختلف. علا، يعني اكيد انضمامكم او تطوعكم بالجمعيه شو بيعني؟ انتم بتبنيين الافكار الاساسيه وهالاهداف وهالفيجن اللي حكيت عنها لارا، وطبعا عم تشتغلوا على اساسها. قد ايه مهم يعني بالنسبه لكم العمل التطوعي، وقد ايه مهم ايضا انه انتم عم تشتغلوا على هالنقاط بالتحديد؟ اول شيء بدي اقول انه الكوميونيكيشن وركشوب اللي هي التواصل هي من اهم الوركشوبس اللي بنعملها عنا، هي بنبلش فيها عاده لانه على اساسها بنبني باقي الوركشوبس ما نشتغلهم على الافراد وعلى المجتمع، لانه ما فيك تعملي ولا ورشه عمل ولا تنفذي مشروع اذا ما كان في تواصل مزبوط بين الافراد. فهي شيء فيك تقولي غير حياتنا، فادنا كثير اشياء بحياتنا، غير مفاهيمنا براسنا، مصطلحاتنا، صرنا نعرف نفهم حالنا اكثر، هيدي اهم شغله. نعرف نحن شو بدنا، كيف نترجم اللي بدنا اياه ونقوله، صرنا نعرف كيف نتعامل مع الثاني رغم انه نحن جايين كلنا من بيئات مختلفه، من باك جراوند مختلفه. مع هيدا شلنا كل الاختلافات اللي موجوده، ما يعني شلناها على جنب لنقدر نناقش الاساس اللي هو نحن كلنا ناس انسان بالاخير. كيف نفهم مع بعض وكيف نوصل فكرتنا صح هو اهم شيء تعلمناه بالتواصل. هلا فيك تقولي انه كل شخص استفاد منا لورشة العمل حسب يعني هو بالمشاكل اللي كان عم بيعانيها بوقتها او بحياته ان جنرال، يعني كل شخص استفاد بطريقه مختلفه عن الثاني. فانا اذا بدي احكي عن تجربتي الشخصيه بقدر اقول انه فادتني باربع اشياء اساسيه. من ناحيه العواطف صرت اعرف اكثر، اتفهم عواطفي، اتعايش مع اعبر عنها. من ناحيه السلف كوميونيكيشن هو التواصل مع الذات، يعني كيف طريقه اللغه اللي بتحكي فيها مع حالك. بتواصل مع الاخر اوقات وقت مثلا رفيقتك اذا بتيجي لعندك انه هي مواجهه مشكله، اول انطباع ممكن ياخده عاده لبناني انه هو يعطي نصيحه. وهذا شيء خاطئ، لانه اوقات كثير بتلاحظي انه الاشخاص بيجوا لعندك ليعبروا عن عواطفهم. ليقولوا لك انه هن عارفين الحال ولكن بدهم يفكروا على صوت عالي، وهيدا الشيء بيساعدهم انه يعني بس يحكوا بيساعدهم انه يفكروا على صوت عالي، والافضل انه يوصلوا للحل لحالهم. وبالنسبة طب هالورشة العمل قد ايه تقريبا بتاخذ وقت؟ بتاخذ وقت، هي نحن عملناها على يومين بالجمعة اللي هن سبت واحد كانوا ليكون الكل متواجدين، عملناها حوالي 4 اسابيع.
كفيلين كانوا بإيصال كل هال إيصال وعملوا يعني جو من الوحدة كانت موجودة من جوا غريبة، لأنه في أشخاص بتعرفيهم على سنين طويلة ما بتعمل لك اللحمة اللي عملناها نحن بأربع أسابيع. بس بدي أقول إنه نحن من كل واحد من نحن ورشة العمل بتنعمل كذا ورشة عمل، فنحن من ورشتين عمل مش مع بعض كنا. الجروب اللي أنا كنت فيه كان فيه حوالي 15، هو كل جروب هيك فيه، صرنا أكثر من إخوة. وبعدين بورشات العمل الثانية اكتشفنا إنه من وراء الكوميونيكيشن صرنا كمان بالأشخاص اللي ما كانوا بنفس ورشة العمل كمان صرنا يعني عم نفهم مع بعض، عم نعرف كيف تتواصل معهم بسهولة أكثر. شيء كثير الأعمار مختلفة، يعني بعتقد لايرا أنت أصغر حدا مشارك بهورشات العمل، والأعمار كلها مثل ما قلنا مختلفة، يعني في من عمرك أكبر شوي ولأي أعمار تقريبا؟ في بورشات عمل في دكاترة اشتركوا، يعني في أشخاص من عمر متقدم نعم ثلاثينات يمكن، وهذا الشيء كمان ضمن نحن انه بتحترم الاختلافات ومنا اختلافات وغير الاعمال الباك جراوند، يعني شو دارسين، حدا ممكن يكون دكتور، حدا ممكن يكون ميوزيشن، حدا ممكن يكون بيكتب، يعني كمان مختلفين، طالب حدا طالب، حدا ست بيت، كمان حدا ست بيت محامي، في كثير اشياء مختلفه قلت لك كباك جراوند، ك يمكن منطقتهم بلدهم، في احنا مش بس لبنانيه بقلب هيدا، متطوعين هن لبنانيه واجانب وعرب من كافه المحلات. هذا شيء كثير حلو، يعني شلنا سياسه، طوائف، البلدان، كل شيء على جنب وشغلنا ناس واخذنا بس كوميونيكيشن. اليوم يعني الافاده مثل ما قلتي لارا بتكون على مستويات مختلفه بالنسبه للاشخاص، بتكرسوا هالافاده، يعني بترجعوا بعد فتره بتشوفوا قد ايه الشخص بعده اخذ منا، بعده عم يشتغل على اسس ورشه العمل يلي انعطت، او خلص عليكم تدربوا او تتدربوا ومن بعدها تنطروا للحياه. هلا هو بالنسبة للتواصل هو موضوع بيكون طول حياتك، يعني طول ما انت عم تحكي وعم تعملي علاقات اجتماعية مع الناس هيدا الموضوع طول بتستخدمي، فكل يوم بتكوني عم بتكرسي هيدا الموضوع، كل يوم عم تتدربي وعم تستعملي الاشياء اللي اخذتيهم بالوركشوب، وطريقة تعاطيكي مع الاشخاص كمان ممكن توصلي لهم فكرة وافكار مختلفه كمان عن التواصل وكيف بيقدروا يحسنوا اساليب التواصل. بس اهم شيء انه ما بتكوني عم بتجربي معهم، ما بتكوني عم تجربي عليهم، بتكوني عم بتوفيهم، انه بتكونوا سوا عم تقدروا تلاقوا طريقه كرمال تحلوا النزاعات بطريقه سلميه. نعم، شو ابرز النقاط اللي بتركزوا عليها بهالورش العمل؟ اوكي، هي ذكرت يمكن شوي منهم بالاشياء اللي استفادت منهم. بورشات التواصل بنركز على انه الواحد اول شيء ما يشوف الثاني مرايه لإله، نحن كلياتنا مختلفين، لازم نتفهم الاختلاف نحن فيه ونعرف انه فينا باختلافنا نتفق باللب الجوهر. لازم نعرف انه الشخص الثاني لو اختلف عنك وما كان مثلك ما معناته هو ما منيح وانت الصح، ما في شيء اسمه صح وغلط بهذه القصص، في هو وانا، لازم افهمه ويفهمني والافضل يفهمه ويفهمني. لازم اعرف انه ما في لازم وما في مفروض، هيدي اهم شيء كنا بنركز عليها، انه مين قال انه مفروض او لازم او هيك لازم تصير القصص، ليه مش انه هي احسن بس هي حلوه هيك كمان، فالتنوع هو حلو والاختلاف حلو مجرد ما في اتفاق بالاخير. كنت عم تسالي شيء عن شو هي بلشت معنا لوين بتنتهي، كنت ما قلت هي البيس، احنا عم ناسس بيس واشياء بتصير تمها بشخصيتنا نستعملها، بس يعني كل ما كنا عم نقدر ننقلها للي حوالينا كل ما احسن. مثل السبت، هلا هذا السبت بست الشهر حيكون في حفله الختام. قبل ما نحكي عن حفله الختام، انت كاخصائيه تغذيه كمان استفدتي، يعني مش بس على الصعيد الشخصي، يعني عم نحكي عن علا بشخصيتها بتكوينها الداخلي، بيمكن هال كمان ما فينا ننسى، يعني علا ما عم نحكي مع علا اليوم، عم نحكي مع علا يلي 24 سنه من الخبرات، من يمكن المشاكل، من الاوقات الحلوه، من الاوقات الصعبه، يلي هي بتكون دائما موجوده بشخصيتنا وبتعطي الصوره يلي نحن شايفينها هلا. على الصعيد العملي مش بس على الصعيد الشخصي كمان كان في استفاده. من اكثر الاشياء اللي شدتني للجمعيه نحن هي قصه كيف تتعامل وكيف عم تحقق اشياء. فشغلتي انا كدايتيشن هي مور سايكولوجي اكثر من هي بس دايت، بدك تفهم الشخص اللي قدامك مضبوط، بتعرف تقولي له، ما في اطلع فيك اقول لك انت كثير ناصحه روح اعملي دايت. فهو هيدا شو بقول لك عفانه ولا شو بدك؟ بحكي معها
مش معي. فالاسلوب اللي بتستعمليه كان كثير فادني بتعاملي مع البيشنتس تبعولاتي، وانا دايتيشن فريلانسر انا بروح لعندهم كمان وهيك، فصرت افهم بيئتهم لاعرف كيف اوصل لهم صح، كيف اوصل لهم فكرتي صح. هالشيء لقيته بالعالم، بتقدري تقنعيهم بالفكره بدي اياها، بس بدون ما اكون عم ضحك عليهم، بس انه اعرف الاسلوب اللي استعمله صح لحتى وصل الفكره صح بطريقه مهمه، وهذا شيء كان كثير مفيد بعملي وعمل غيري كمان. لارا بتشجع غيرك انه ينضم لهالورشة العمل ويشارك فيها؟ هلا بتلاحظي انه معظم المشاكل بالعالم ممكن تحليهم عن طريق التواصل، اكيد انه مش كلهم بس معظمهم، واذا كل شخص قادر يشوف الشخص اللي قدامه بلا هالافكار المسبقه، بلا هالاشياء المسقطه على الشخص، بتقدري تتواصلي معه بطريقه افضل، وبتقدروا على طول تلاقوا الحل بطرق سلميه وبدون نزاع. فاكيد بشجع كل الاشخاص يعني كرمال ياخذوا هيدا الوركشوب ويشاركوا فيها. اكيد حفل الختام رح يصير في تخريج هني قدام 205 اشخاص لهلا تخلصوا كوميونيكيشن وركشوبس على مدى هاي الفتره، وفي منهم يعني هن كانوا بمجموعات مختلفه، في منهم طلعوا ترينر صاروا هن عم بيعطوا ترينينج، هي من ضمن الاشياء اللي عم ننقلها للتانيين، عم تخلي اللي تطوعوا يرجعوا كمان اللي اخذوها يصيروا ترينرز ويعطوها. حيكونوا موجودين كلهم السبت هيدا بست الشهر من الساعه 6 لل 8 بمسرح مونو. انا بدعي الكل بس هون عبدك انه يكون معنا، انا حابه مثل ما عم بتقولي وسالتيها انه الكل يعرف شو عملنا، شو الشيء اللي استفدناه، قد ايه هي القصة فيها اول شيء فاند كثير شيء بتتسلي منه، اثنين قد ايه فيها جدية وقد ايه فيها شيء بتغير لك حياتك وهيك، بدي اياهم يجوا يشوفوا، لانه حنحط فيديوز، حنحط بروجرام حيكون فيه فيديوز، حيكون فيه اشياء نشاطات عملناها، حيكون فيه شيء بسيط حنعمله من تجربتنا بالحياة وهيك، فحابب الكل يجي يستفيد من اللي اخذناه نحن لحتى يشوف شو فيه شو عم يخسر لانه منه معنا. حلو كثير هالتعبير. هون لارا يعني آية علا انه هي استفادت وبشغلها استفادت وعلى الصعيد الشخصي استفادت، بالنسبة للأشخاص اللي حواليكم كمان قدروا يلمسوا هالتغيير يلي صار بشخصيتكم أو حتى بردة الفعل يلي بتعملوها؟ أكثر شيء أنا أخذت كومنتس من العائلة، من إنه هي شو مغيرة، إنه قبل بتلاقي كنت عصب، إنه تعصب بسرعة، أو أوقات وقت يكون شخص عم بيحكيني بطل اسمعه، بصير بس بدي عم فكر انا شو بدي احكي، يعني شو بدي احكي لبرهن انه انا صح. بس رجعت اكتشفت انه لا، انه ممكن اثنيناتنا نكون صح، بس كل واحد حسب وجهة النظر اللي هو عم ينظر منه. فهيدا شيء صرت استمع اكثر للاشخاص، صرت اقدر اتواصل معهم بطريقه افضل. نعم اكيد هيدي شغله كثير ايجابيه وكثير لازم يكون في تركيز عليها. رح يكون في ورشات عمل جديده كمان رح تستكمل اكيد، والكوميونيكيشن ورك شوبس هيدي التواصل ما بتوقف، دائما بضلها مستمره بناخذها من جديد. هلا باخر الشهر ان شاء الله حيكون في كمان ورشه جديده ودائما موجوده ودائما بنستقبل. وين بتعطوا ورشه العمل؟ بمركز نحن بفرن الشباك. هونيك بنستقبل، بنعمل اول شيء بنسال وبنشوف العالم كيف، والكل اهلا وسهلا فيهم يعني. لحتى نعمل ورك شوب في ويب سايت للجمعيه اذا حدا بحب www.nahnu.org. وقد ايه يعني قلتوا لنا هن كل سبت واحد عاده على مدى اربع اسابيع، اربع اسابيع قد ايه الوقت بيكون؟ 9 4 يعني من 9 الصبح ل 4 الدور، هيك لحتى الاشخاص اكيد يعملوا حسابهم حيكون في بريكات ونشاطات والعاب اشياء هيك فيها لحتى بس انه بدهم يتفدوا وقتهم بهيدا التوقيت اذا بدهم يشاركوا. عادة سبت احد، هلا مش انه هي فيكست الايام يعني، بس عادة يومين يكونوا مرتاحين فيه الكل. في المتطوعين كمان بيقدروا، انه في خيار بالجمعيه انه هن المتطوعين كمان بيشتركوا بالتنظيم تبع الورك شوبس اللي بتصير، فيمكن حسب وقت الاشخاص الموجودين بيقدروا يدفعوا على وقت ثاني. المهم انه يستفيدوا من هالورش العمل ويشاركوا فيها. طبعا رح نقول مبروك للاشخاص اللي رح يتخرجوا بهالحفل الختامي طبعا شريك معنا على رد بمسرح مونو اي نهار ذكرينا؟ 6 الشهر السبت من 6 ل 8 من 6 ل 8 بدنا لكم يعطيكم الف عافيه اكيد واهلا وسهلا فيكم معنا لارا مداح وعلا فارس المتطوعتين بجمعيه نحن، يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا فقرة تسعير وتسكير، ومرجع من كفة آخر لقاء معنا لليوم، خليكم معنا.